مع استمرار المعارك في أوكرانيا، تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر التي خلفها القصف الروسي على مدينة ماريوبول لن تقل عن 10 مليارات دولار. وأشار رئيس بلدية ماريوبول في تصريحات صحفية إلى أن كل عمل تدميري تم في المدينة سيوثق وستتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية. وأوضح رئيس البلدية أن هناك لجنة خاصة من المستشارين هي المسؤولة عن توثيق مثل هذه الأعمال. صور الحطام باتت هي الأكثر انتشاراً في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي لا تزال تتعرض لقصف روسي مكثف. وفي الأثناء أكد حاكم منطقة كييف أن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال أوكرانيا. وقال المسؤول الأوكراني أن القوات الأوكرانية تراقب حركة الطوابير من المركبات الروسية بأحجام مختلفة غادرت قرية هوستميل باتجاه بيلاروسيا. بعد أسابيع من الحديث عن نقل المقاتلين من سوريا إلى أوكرانيا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر قولها إن المئات من المقاتلين وصلوا إلى الأراضي الروسية لتلقي التدريب استعداداً لنقلهم إلى أوكرانيا. فما هي التفاصيل؟ انتشار المرتزقة السوريين في روسيا في طريقهم إلى ساحات القتال الأوكرانية. بهذا العنوان كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المئات من المقاتلين السوريين في طريقهم للانضمام إلى القوات الروسية في أوكرانيا، ما يعد الجميل فعلياً لموسكو لمساعدتها الرئيس بشار الأسد في سحق المعارضين في الحرب المستمرة منذ 11 عاماً. فرقة أولى بحسب الصحيفة الأمريكية وصلت إلى روسيا لتلقي تدريب عسكري قبل التوجه إلى أوكرانيا، وتضم ما لا يقل عن 300 جندي من فرقة بالجيش السوري عملت عن كثب مع ضباط روس ذهبوا إلى سوريا لدعم الأسد خلال الحرب. نيويورك تايمز نقلت عن شهود قولهم إن ما يقرب من 300 جندي في روسيا بالفعل وينتمون إلى فرقة معروفة باسم قوات النمر، والتي ينظر إليها على أنها من النخبة وتعمل عن كثب مع الضباط الروس، فيما عرض عليهم الروس 1200 دولار شهريا لمدة 6 أشهر مع مكافأة قدرها 3000 دولار عند عودتهم إلى سوريا. وبحسب الشهود فإن عائلاتهم وعدوا ب 2800 دولار بالإضافة إلى 600 دولار شهريا لمدة عام كاملا إذا قتل أحباؤهم في ساحة المعركة. نيويورك تايمز نقلت عن قائد مرتزقة قوله إن فرقته مكونة من مقاتلين من سوريا ودول مجاورة تلقت دعما روسيا خلال الحرب السورية، مشيرا أن من بينهم أيضا لبنانيون وعراقيون، مؤكدا أن المزيد في الطريق.